بالعادة بيكون معانا موضوعات ومتابعات وقضايا وملفات كتير، لكن النهاردة الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت المباراة، مباراة القمة 125 ما بين الأهلي والزمالك، يعني أركان أو قطبين الكرة المصرية. كل الناس النهاردة عينيها معلقة على الماتش دوت، وكل الناس عندها ترقب شديد جدا، في أهمية كبيرة جدا لمباراة القمة النهاردة، والماتش ده أمور كتير جدا معلقة عليه. مساء الخير يا حسام، واهلا وسهلا. مساء الخير يا هبه، مساء الخير على كل الساده المشاهدين. طبعا شويه هنبقى مع حضراتكم في لقاء القمه النهارده، كل التوفيق طبعا للفريقين قطبي الكره المصريه. هبه زملكاويه وانا اهلاوي، بس بينا كل الروح الرياضيه. بص انا دايما التوفيق. بقول ان انا يعني لما بتيجي تسالني انت اهلاويه ولا زملكاويه، دايما عندي حته ايه، انه انا مش متعصبه، وبشوف ان الكوره في النهايه الهدف منها الاستمتاع والانبساط وروح رياضيه، وان في النهايه الفرقتين يلعبوا كويس، فده عندي رقم واحد او في المرتبه الاولى طبعاً. عندي شويه كده يعني حنين او اعجاب للنادي الابيض او القلعه البيضاء زي ما بيقال. لا انت قلت لي العيله كلها زملكاويه. لا خلي بالك، بحترم جدا النادي الاهلي وبحترم ادائه وبحترم تاريخه العريق، ويعني اللي احنا بنتكلم عن ناديين الاثنين في منتهى العراقه، يعني بنتكلم نادي 1907 1911 من اقدم الانديه او من اقدم الانديه في العالم كلا الناديين. تتمنى كل الجماهير الحقيقه ان هم ينبسطوا، انبسطوا النهارده بمباراة الأهلي والزمالك، وإن هي تمشي إن شاء الله بشكل سلس وخفيف وبدون تعصب. بس أنت توقعاتك إيه؟ يعني إحنا طبعًا نتمنى إنه ما يكونش في تعصب، نتمنى الماتش يبقى حلو، نتمنى إن هو يخرج من غير مشاكل أبدًا، وتبقى يعني المسيطر أو الحاجة الأساسية هي اللعبة الحلوة والكرة الحلوة. طبعًا. بس ده ما يمنعش إن أنا أسألك توقعاتك إيه؟ ما يمنعش إن الأهلي يكسب. أشوف أشوف التعصب اللي لسه بقول عليه. 2-0 للنادي الأهلي. 2-0 توقعاتك. طبعًا. أوكي. إن شاء الله. ان شاء الله ماتش حلو، ده اللي انا اقدر اقوله لك.